الجمله ورمز للخصوبه والتناسب. النهارده ايه هي الخلطه دي؟ وهقول لكم برضو عن مكون تاني نحطه في الميه من اقوى الفيتامينات وافضل الفيتامينات وفيتامين بشري يا جماعه، مش بذور اللي ما ينفعش ان احنا نحطها مع الخلطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه واحسن حال. طبعا اغلب الناس الحمام بتاعها خلص قرش، داخلين بقى دلوقتي على موسم الخير، موسم الفرخ، موسم الانتاج يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا في حاجات كده لازم نعملها قبل ما ندخل موسم الفرخ علشان ان شاء الله كده تبقى سنه حلوه وسنه يعني سعيده علينا كده وعليكم كلكم بامر الله، ناخد احلى فرخ واحلى انتاج خلال موسم الانتاج. لان في ناس كتير كانت عازله الحمام بتاعها في فتره القلش اللي فاتت دي، وفي ناس برضو الحمام بتاعها كان مريح لوحده. في حمام لما بيقلش يا جماعه بيريح مبيبيضش خالص، في اغلب الحمام عندنا كان مريح طبعا زي ما احنا كلنا عارفين. طبعا اتكلمت عن موسم القلش في كذا فيديو كتير جدا وقلت لكم برضو الفيتامينات والحاجات اللي احنا نهتم بيها خلال موسم القلش. طيب في النهارده يا جماعه معانا حاجتين لازم نحطهم للحمام في بدايه موسم القلش. طبعا الخلطه اللي انت شايفينها الحمام بياكل منها دي كنت عملت برضو عنها فيديوهات كتير جدا، واغلبكم حبايبي اللي متابعيني عارفين الخلطه دي خلطه ايه. حبايبي بقى اللي لسه داخلين القناه جديد واللي دخلولي من خلال الكورس اللي فات ده اللي هو كورس تربيه الحمام من الصفر الى الاحتراف، والكورس اللي احنا بادئينه برضو مع بعض اللي هو كورس زياده الانتاج، وده تاني فيديو من كورس زياده الانتاج. حبايبي اللي هم جداد معايا لسه هقول لهم النهارده ايه هي الخلطه دي، وهقول لكم برضو عن مكون تاني نحطه في الميه من اقوى الفيتامينات وافضل الفيتامينات وفيتامين بشري يا جماعه مش بطري. الناس اللي بتشتكي ان مفيش جنبهم صيدليه بطري يجيبوا منها الفيتامينات اللي هي البطريه اللي احنا قلنا عليها في حلقات كتير، برضو النهارده ان شاء الله جايبه لكم فيتامين قوي جدا من اقوى الفيتامينات البشريه اللي بتمد جسم الحمام بالمعادن والعناصر الاساسيه والفيتامينات اللي جسمه محتاجها للحصول طبعا على جسم صحي وقوي خصوصا في مراحل النمو. لاننا طبعا عارفين ان مرحله النمو او مرحله نمو الزغاليل دي اكتر مرحله الحمام بيبقى جسمه محتاج فيها للعناصر المعدنيه والفيتامينات اكتر من اي مرحله ثانيه. فتعالوا مع بعض كده نعرف ايه هو الفيتامين اللي هنحطه في الميه وايه هي الخلطه الجميله اللي معانا النهارده اللي الحمام بياكل منها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بكل شراهه، حابب طعمها جدا لان انا طبعا معوداه على الخلطه دي. طبعا مش كل مره بجيب الخلطه دي كلها مع بعض، لا انا بجيب للحمام ممكن يعني الخلطه دي ممكن بصوا على فترات كده متباعده، فاهمين ازاي؟ يعني ممكن انا اجيب كل نوع كده واحط لوحده، ممكن اجيب الانواع مع بعضها بس كل فتره، لان طبعا احنا عارفين ان الاعشاب زي ما الكلفه غليت الاعشاب وكل حاجه سعرها زين. فطبعا انا ممكن اجيب الخلطه دي في اول الشتاء في اول الصيف اجمعها مع بعضها كده، بحب احطها مثلا في اول الشتاء للحمام بتقعد معايا فتره كبيره، ممكن اقعد شهر كده احط منها للحمام. انا طبعا مش بحطها كل يوم، ممكن احطها مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، ممكن يوم بعد يعني يوم ويوم لا، فممكن تقعد معايا شهر. ممكن اجيب من الخلطه دي من كل نوع مثلا ب 10 20 جنيه اقصى حد، لان طبعا انواع كتير جدا. تعالوا مع بعض اقول لكم ايه هي الانواع بتاعت خلطه البذور بتاعت النهارده. طبعا اول ما بقول خلطه البذور حبايبي كتير افتكروا الخلطه دي معايا لان انا كنت اتكلمت عنها كتير جدا، لان الخلطه دي بجد من اقوى الخلطات واجمل الخلطات بجد، المفضله لدى كتير او من المربيين والمفضله لدى الحمام نفسه، الحمام بيعشقها. اي بذور يا جماعه الحمام بيحبها. تعالوا مع بعض هقول لكم ايه هي البذور اللي انا حطها في خلطه البذور دي وايه البذور اللي ما ينفعش ان احنا نحطها مع الخلطه دي. تعالوا مع بعض. اول حاجه يا جماعه بذور الفجل والجرجير والبرسيم، الحاجات دول بجد من اقوى الحاجات اللي بتزود وبترفع الانتاج بطريقه ملحوظه جدا جدا جدا، وتضيفوا عليها والتوب بجد التوب لخلطه البذور او في خلطه البذور الحلبه. الحلبه من اقوى الاعشاب واقوى الحاجات اللي بتزود الانتاج بتفعل الخصوبه جدا جدا عند الذكر وعند النتايه، بتزود عنقود البيض عند النتايه، كمان فيها فيتامين ب، فيتامين ب ده مهم جدا جدا للاعصاب، بيخلي النتايه بتبيض منتهى السهوله والاريحيه، يعني مش بتتعسر او في يعني احنا بنسمع طبعا عن حالات النتايه ممكن تيجي تبيض فالبيضه تتحشر جوه النتايه، ده بيبقى طبعا عندها ضعف في الاعصاب فهي محتاجه فيتامين ب علشان يقوي الاعصاب. الحلبه بتحتوي على فيتامين ب. طبعا البذور دي انا مش هتكلم عليها برضو باستفاضه،
ممكن اتكلم عن الحاجات دي باستفاضه في فيديوهات ثانيه. طبعا الحلبه انا ممكن مش بقدمها للحمام في حاله في صوره بذور الا مع خلطه البذور، غير كده طبعا بقدمها بطريقه ثانيه هقول لكم برضو عليها في فيديوهات ثانيه. قلنا بذور الفجل، بذور الجرجير، بذور البرسيم، بذور الحلبه، حبه البركه، ممتازه ممتازه، عملت عنها فيديوهات كتير جدا، ممتازه قوي في رفع كفاءه جهاز المناعه. كمان بتنفع في إزالة الكسل والخمول والحموضة عند الحمام. سمسم، وما أدراكم ما السمسم؟ بصوا السمسم ده مليان 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 بالكالسيوم يا جماعة، مليان بكمية من الفيتامينات أو مجموعة من الفيتامينات زي الفسفور اللي هو طبعا مهم لصحة الأعصاب، الكالسيوم طبعا اللي هو مهم للعظام والريش، الزنك طبعا لمنع الأكسدة والمنجنيز والبوتاسيوم والحديد والنحاس، وعندكم فيه كمية من المعادن لا بأس بها يعني. اهتموا بجد انكم تحطوا السمسم حتى لو مش هتجيبوا مجموعة البذور، بس السمسم مهم جدا تحطوه للحمام ولو حتى من مرة لمرتين في الأسبوع. القرطم يا جماعة، القرطم برضو مهم جدا جدا، برضو بيساعد الإناث أو النواتي إن هي تضع البيضة بسهولة وأريحية. طبعا برضو في أحماض دهنية غير مشبعة، فيه الأوميجا 3 و6، في كمان يا جماعه فيتامين اي او فيتامين ه اللي احنا عارفينه طبعا مهم طبعا ايه رفع المناعه، كمان يا جماعه بيعالج امراض الجهاز الهضمي. البلكة، وفي البلكة، البلكة طبعا احنا عارفين ان هو من اكتر انواع اللي فيها زيوت نباتيه، عشان كده يفضل ان احنا نقدمها في الشتاء عشان طبعا الدهون دي بتمد الطائر ايه بالدفء والطاقه. كمان بذور الخردل، الخردل ده فيه مجموعه مهمه جدا للحمام، منها الاحماض الدهنيه اوميجا، فيها الفسفور، فيها الحديد المنجنيز، فيه الياف غذائيه، فيه مغنيسيوم، فيه سيلينيوم. كمان بذور اليانسون، اليانسون احنا عارفين ان هو مطهر للمعده وبيطرد الحشرات لان طبعا ريحته بتبقى قويه جدا. نيجي بقى لبذور الكرنب، الكرنب من الحاجات المهمه جدا الغنيه بالفيتامينات، يعتبر مقوي جنسي من الدرجه الاولى ورمز للخصوبه والتناسل، الاحتواء طبعا على السيلينيوم يعني بيخلي الطيور في حاله انتاج مستمر بامر الله. كمان في حمض الفوليك المفيد طبعا للطيور في تسهيل وضع البيض وعدم انحسارها بداخل النتاية، وده غير انه بيحتوي على مجموعة من الفيتامينات هنبقى طبعا ايه نقول عليها باستفاضة في فيديو لوحده. الخلطة بجد السحرية للوقاية من امراض الحمام، لازم بجد بجد تجربوها. طيب الخلطة دي يا جماعة المفروض ان احنا بنحط معاها الفلفل الاسود، في ناس كتير للاسف شديد بتحط الفلفل الاسود، الفلفل الاسود ممنوع منعا باتا انكم تحطوه كده للحمام، الحمام ممكن ياكل منه كده كتير، احنا طبعا احنا عارفين الفلفل الاسود مفيد للحمام، زي ما هو مفيد كتره بيضر الحمام، يعني احنا لما بيبقى مثلا في ذكر بيروق او حاجه بننصح ان احنا مثلا ايه ندي 5 حبات للذكر، 3 حبات للنتاية، لكن احنا لو اديناه للحمام او رميناه للحمام مع خلطه البذور، حمام في حمام ممكن ياكل منه كتير، حمام ممكن ما ياكلش منه خالص، فالحمام اللي هياكل منه كتير ده ممكن يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي، فطبعا الحاجات دي كلها احنا في غنى عنها، وبدل ما احنا هننفع الحمام لا هنضر الحمام، فلا الفلفل الاسود يفضل ان احنا نديه مباشر في فم الحمام، تمام كده؟ طيب ندخل بقى على الفيتامينات او مجموعه الفيتامينات اللي معانا النهارده. يا جماعه فيتا ماونت شراب، فيتا ماونت شراب من افضل الفيتامينات البشريه اللي طبعا بنستخدمها للحمام، مقوي عام وفاتح شهيه، بيحتوي على فيتامينات ومعادن لتعزيز صحه الحمام، جرعته بنحطها 1 سنتي على لتر الميه جماعي، لو هنحط مثلا مباشر للحمام هندي 3 نقط في فم الحمام، يعني كل حمامه كده هنمسكها ونحط لها 3 نقط في بقها، تمام؟ ده بنستخدمه قد ايه؟ ممكن بصوا في الاول كده بتحطه 5 ايام مباشر في اول يعني ما هدي منه للحمام هديله 5 ايام مباشر، بعد كده بدي منه مره واحده كل اسبوع خلال موسم الفرخ ان شاء الله تحصلوا على اعلى انتاج للحمام، تمام؟ طيب الفيتامينات اللي موجوده في فيتا ماونت ده ايه؟ فيتامين ه وفيتامين ا، فيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، ب12، فيه فيتامين د، فيه حديد، فيه يا جماعه زنك، فيه بيوتين، فيه يود، فيه الكروميوم، فيه منجنيز، كمان في بنتوثينات الكالسيوم، يعتبر من احسن الفيتامينات اللي نقدمها للحمام زي ما قلت لكم في بدايه موسم الفرخ، زي ما بقول لكم برده الجرعه بتاعته ممكن تدوه مره كل اسبوع، لو انتوا طبعا في الاول لسه ما اديناش الفيتامينات بندي 5 ايام متواصل للحمام عشان زي ما قلنا نحصل على اعلى انتاج من الحمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى الفيديو يعجبكم ويا ريت تتابعوا سلسله الفيديوهات اللي احنا عاملينها، احبكم في الله، يا ريت تشيروا الفيديو وما تنسوناش من اللايك.